بعد بداية إيجابية في آخر تعاملات شهر أبريل، تراجع المؤشر العام في الساعة الثانية من عمر جلسة اليوم إلى أنها أغلقت التداولات على تباين طفيف بين مؤشرات البورصة الرئيسية. ومن حيث باقي متغيرات البورصة، فقد قفزت قيمة التداولات إلى الضعف تقريبا لتصل إلى 52 مليون دينار بعد تداول نحو 150 مليون سهم. وشهدت فترة المزاد عمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، طالت كل من بيتك وزين وبنك بوبيان وهي الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، وأغلقت باللون الأحمر.